هذا الجانب لأن هناك ترهل، هناك تسيب، وهذه سمعتها الكلمة من يعني مدير أو رئيس شبكة الإعلام بأنه طلب من عندي أن أكون حازما صارما في قراراتي، نعيد القناة العراقية الرياضية إلى جادة الصواب، وعضد هذا الرأي الزميل حليم سلمان مدير القناة العراقية الرياضية عندما تحدثنا أنا وياه، قال لي إذا أحد يسأل أكو تسيب؟ نعم أكو تسيب، لأنه بحكم البيروقراطية وبحكم الإجراءات الإدارية تجعل الموظف يعني بعيد عن نظر المراقبة والمحاسبة. إحنا في فترة ما وصلنا إلى البصمة اللي أدت إلى أنه الجميع كان ينظر إلى وجوده في القناة الرياضية وظيفة إدارية، يجي يبصم ساعة الدخول أو يبصم ساعة الخروج تنحسب لساعات دوام. احنا حضور جسدي، احنا نبحث نعم حضور جسدي، انا والاعلام يحتاج حضور ذهني، ابحث عن الحب، ابحث عن الولاء، ابحث عن الاخلاص في العمل للقناه. هذه العوامل المشتركه هي اللي راح تقودنا الى انجاح مهمتنا، وان شاء الله زملائي في القناه العراقيه الرياضيه وكل العاملين فيها هم تواقين للنجاح، هم يعني يعضدون مثل هذه الافكار، وراح ان شاء الله نتكاتف ونتعاون نصل. لكن وجود حسن عيال كمقدم للبرامج يختلف عن وجودك كمدير. الآن ربما نزاح الغبار، شفت بصورة أدق، مصدوم من بعض التفاصيل؟ إيه بالتأكيد، يعني مصدوم من بعض التفاصيل حقيقة اللي ما كنت أتوقع أنه راح أخوض بيها، أو أنه يمكن أن تجعلني مرهق وأنا أبحث عن حلول لها. نعم بالفعل الحقيقة هذه كانت يعني موجودة خلال يومين الماضيين، حتى يعني أعيتني يعني ساعات العمل ضمن يعني حاولت خلال هذه اليومين أمد أولا جسور الثقة مع زملائي.